بكره افتتاح دار النشر. دار سامي الاسود. صحتك. فظيع البكره شو بيخبي قصص وقصص. وما حدا ممكن يخمن شو رح يصير. طلعي حواليك. خلال 24 ساعة قلبك البلد قلب. مثلا أنا ولا مرة تخيلت إنه أنت تدخني. مثال يعني. أكيد رح تجي أنت وشام. طبعا رح نجي. رح نجي سوا. مو نحن التنتين مهزومات. ايش صار مع شامو؟ لاني انا اما ما هيك. لا شو دخلك انت؟ انا سبب بلاها لشام. انا